وبدور رد المخرج ياسين محفوظ على كلام محمد يبدري بفيديو آخر، وقال بأنه يحترم كممثل ويحترم فنه، لكن كل واحد ورأيه، بأنه هو ضد الغلط والأشياء اللي تنشر الرذيلة والراب. من المفترض أنه ينقل رسائل نبيلة ويتمشى مع عقلية المجتمع الجزائري. نحن نسمع واش قال. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. بون، هاد لا بتيت فيديو جوست باش نريبوندي للممثل محمد يا بدري، اللي نحترم رايه وفاش قال لي، ونحترم الفن تاعو ونعتبره نحب التمثيل تاعو. في ما يخص انه جاوبني كي قلت انايا لو كنت وزير ثقافه لكنت منعت الاغاني التي تروج للحرقه وتعاطي المخدرات. دونك انا ما فهمتش وراه المشكل كي انا ضد الحرقه وتعاطي المخدرات. اذا انتم راكم تحبوا الحرقه وتعاطي المخدرات روجوا لها، انا ما نروجلهاش، هذا رايي انايا. داكوغ، انا ماشي ضد الراب. الراب هو اغاني، هو غناء الشارع، ولازم يحكي بلغه الشارع ويعبر على واش كاين في الشارع وعلى بالنا واش كاين في الشارع، وكاع رانا اولاد احياء شعبيه. داكوغ، لكن كاين رساله لازم الرابر يلحقها. حنا ماناش يقول لك ايمينام يغني هكذا، حنا ماشي امريكان، حنا ماشي كولومبيا، داكور، حنا الجزائر. نقدروا نهضروا على هاد الشباب اللي مساكن طاحوا هكذايا، لكن وصلوا صوتهم ماشي نشجعوا باش نديروا كما داروا، بالعكس بمواضيع واحده اخرى. الراب هذا هو الراب، مانيش نقول لك غني الراب دير كلام طربي، مانيش نطلبوا هذا راب جاي هكذايا، لكن ماشي تشجعوا باش يزيد على روحه. دوك انت عايش الميزيريه، نقول لك انا ايه، انا هذا الثاني عايش الميزيريه كيما انت يا، وانا نعمر راسي. سما انت ثاني تعمر راسك، وهم يسمعوا شباب تاع 12 13 14 دونك اللي شخصيتهم مازال ما اكتملتش، مازالهم مراهقين، هذوما يتاثروا.